آخر محطاتنا الصباحية مشاهدينا لليوم رح نحكي فيها بمساحة خاصة ومميزة تجمع بين جماليات الخط والقيم المعرفية والحضارية والثقافية والتراثية اللي جسد الخط العربي عبر الزمن كأحد عوامل لغتنا الغنية والثرية. يا هايدي، أكيد يا ليلى، كلنا بنعرف أنه الخط العربي هو إرث حضاري كبير وركيزة أساسية من ركائز الثقافة العربية. رح نتعرف اليوم مشاهدينا على جماليات الخط العربي وشو هي طرق تعلمه والجديد في علومه وتخاريفه. أكيد بسنة نحب بضيفنا اللي صار معنا ضمن الاستوديو الأستاذ أدهم فادي الجعفري، مدرس مادة الخط في معاهد بلاد الشام وكاتب المصحف الشريف. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا أستاذ. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نحكي عن القيم الجمالية للخط العربي. الخط العربي مثل ما تفضلت هو إرث حضاري متجدد. متجدد، ففي جماليات يعني توارثناها عن آبائنا وأجدادنا. كل جيل من جيل أجيال الخطاطين اجتهد بالعناية بهذا الحرف وسلمه للجيل اللي بعده، وإلى الآن يتطور، ما زال يتطور، واستطاع أن يواكب الحضارة ويواكب الفنون. فبيكاسو قال إن أقصى نقطة أردت الوصول إليها بفن التجريد وجدت الخط العربي قد سبقني إليها بمراحل. فالخط العربي خط متجدد، وهو مثل ما تفضلت يعني هو صورة الأفكار الجميلة، إن كان آيات قرآنية أو أحاديث أو عيون الشعر تظهر بأشكال جميلة. تمام. يعني يطول الحديث اليوم عن أهمية الخط العربي. خلينا نحكي ونعرف المشاهدين اليوم أكيد في عنا أنواع عديدة من الخط العربي. خلينا نفصل هاي الأنواع. الأنواع هي بدأت بسيطة، هي أداة للكتابة، لكن تطورت إلى وظائف. كل عصر من العصور له وظيفة في الكتابة، فتطورت الأنواع حسب هذه الوظائف. كان بداية الخط الكوفي القديم وهو خط مستقيم، ثم بدأ في دمشق هنا كتابة الخطوط اللينة، ونشأ عنا 6 أنواع من الأقلام: خط النسخ والثلث المحقق والريحاني والرقاع والتواقيع. أيضا تطورت مع ظروف الحياة والوظائف المطلوبة من الخط إلى أن وصلت إلينا في هذا العصر بسبع أنواع مشهورة. خط الرقعة هو خط البسيط الذي نكتب به كل يوم، يكتب به الطلاب، يكتب به الموظفون في كتاباتهم. خط الديواني، خط الديواني الجري، خط الفارسي التعليق، وأيضا اسمه نس تعليق، وخط النسخ، وخط الثلث، والخط الكوفي. أيضا معنا نماذج، يعني بعض النماذج فينا نشوفهم من على نشوفهم على الكاميرا. أكيد الكاميرا. تفضل. عنا خط الثلث هنا، الآية الكريمة فيها كتب قيمة. شو نوع هذا الخط؟ خط الثلث. وخط الثلث من أكثر الخطوط تطور ودراسة لجماليات الحركات، في يدخل في دراسة الكتلة والفراغ والتركيب. طبعا له مطواعية عالية جدا وأشكال كثيرة من الأحرف. ممكن أنا أكتب بشكل بيضوي أو بشكل دائري أو بشكل سطر بهذا الخط. أيضا عندنا خط المشهور جدا، أشهر خط هو خط النسخ. خط النسخ اسمه الأشهر هو خط النسخ، لكن اسمه القديم هو خط البديع، من جمالية هذا الخط، وهو أشهر خط. يعني الآن الكتب، المصاحف كلها بخط النسخ، هو أوضح خط. حسناً القرآن الكريم بهيدا الخط بهذا ممكن الخط. نستخدم خط لا ممكن أي نستخدم أي خط، لكن هذا الخط أنسب شيء لأنه يقبل التشكيل لكل الأحرف، وخط واضح ويقبل الكتابة على أسطح بهذا الشكل. تمام. صفحات. أيضا في عنا خط جميل جدا وهو الخط الديواني الجلي. عنا اللوحة هون، الله نور السماوات والأرض. منلاحظ شلون الكتابة والحرف ممتلئ بالتشكيلات، وبعد التشكيلات نقاط صغيرة، عامل تكوين بيعمل تكميل كثير جميل. له جمالية خاصة. هنا. هذا الخط الديواني، ديواني جلي هذا. طبعا مصطلح الجلي في الخط هو الكبير. تمام. كمان نلاحظ نحن بعض الناس يجدون صعوبة في قراءة اللوحات المتداخلة. هي عبارة عن أسطر، يعني هون الله سطر، نور السماوات والأرض.
تمام. يعني بهذا الشكل. بس عم نشوف في تداخل اليوم بين الأحرف. نعم. ذكرت نقطة أنه فعلا الناس يمكن ما تقدر تقرأ الموجود. نعم. في أحرف نحن ما بنقدر اليوم نجمعها مع بعض أم لا عادي؟ لا طبعا هو هي الوظيفة اللغوية بطوع الخط. تمام. يعني أي لوحة لازم تحمل صفتين، وضوح وجمالية. تمام. وضوح وجمالية، لكن باللوحات منقدم الجمالية. ليش؟ لأنه اللوحة رح تتعلق يعني أمامي ممكن سنوات، مثلا إذا علقت أنا بمكتبي أو ببيتي أو بمكان رح أشوفها كل يوم كل يوم، فإذا ما فيها جماليات عالية كل يوم اكتشف جمالية جديدة بدي أخلقي منها. صحيح. أي نعم. فلذلك الخط في متطور وفي جماليات، وايضا يصنف انه خط يعني فن متحرك، لانه انا ما بحسن اقرا اللوحه بنظره واحده، لازم مر ان المتقين في جنات وعيون، فلازم انا امشي بنظري حتى اقرا. طبعا هون اللوحه السطر الاعلى نسخ وبعدين ثلث، نوعين من الخطوط. نوعين طبعا. الخطوط كمان عائلات ممكن تتالف مع بعضها، يعني النسخ والثلث مع بعض، رقعة والديواني مع بعض، يعني بهذا الشكل. أيضا عندنا لوحة بخط التعليق الفارسي، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، هاي بخط الأستاذ محمد القاضي. أيضا هون بخط الرقعة وهو خط بسيط، لاحظوا مع أنه بسيط في جماليات عالية. تماما. نعم. اليوم أستاذ بدنا نحكي عن الخط العربي، أهميته اليوم قديش مهم، تعزيز المعرفة عند الطلبة. واليوم نحن مقبلين على مرحلة من دخول للمدارس اليوم. نعم. في كتير طلاب بيضيعوا يمكن حتى علاماتهم. صحيح. باللغة العربية، حتى بمواد تانية اللي هي بتكون سبب الخطوة الأكثر اللغة العربية. نعم. سواء بموضوع التعبير أو بأي نوع. صحيح. من الكتابات. نعم. أحيانا الأستاذ اللي عم بيصحح يمكن ما بيشوف. صحيح. شو بده يصحح للطالب، خطه شو بيقولوا له خربش أو معنى واضح. لكن بيكون هو كاتب صح، يعني هون هو عم ينظلم بالخط. قديش مهم اليوم تعزيز هاي المعرفة وتدريب اليوم الطلاب، وخصوصا يمكن دمج هذا الشيء بالمدارس، تعزيز أكثر التدرب على الخط. نعم. الحقيقة يعني نقطة كتير هامة، وببداية المدرسة كمان أيضا شيء مهم. الحقيقة يعني وزارة التربية انتبهت لهذا الأمر، لكن هو بده تفعيل. الآن في مفردات اللغة العربية، مادة اللغة العربية من الصف الأول ابتدائي إلى الصف الثامن، في عنا مادة اسمها إملاء وخط. صح. لازم الطالب يكتب بشكل صحيح إملاء، ولازم يكتب بشكل واضح. يعني مثل ما تفضلتي بعض المدرسين ما بيحسن يصلح الورقة، لكن في أكثر من هيك، بعض الطلاب لما يكتب بيروح على البيت ما بيعرف يقرأ. صحيح. كتابته. فهون شو الآلية لحتى الطالب يحسن خطه؟ أول شيء الاهتمام، يعني نفسية الإنسان تنعكس بخطه. فإذا كان عنده إهمال بحياته بالأساس، يعني تأجيلات لأمور، عدم اهتمام بواجباته، رح ينعكس بخطه. فهو لازم يكون يهتم بأول شيء بكتابته، يضع النقطة في مكانها، يعطي الحرف حقه من الكتابة. طبعا كثير من الطلاب بيقدم اعتذار انه والله المدرس بيمسح اللوح بسرعه فلازم اكتب انا بسرعه. إيه صحيح، لازم تتدرب على على السرعه مع الجوده. تمام. تدريب الجوده مع السرعه. الحرف لازم يؤدى بشكله، كل حرف له صفه. يعني مثلا العين في وسط الكلمه هي مثلثه، ما بصير اكتبها دائره لانه بتصير فاء. اذا كان عم بكتب غين ومدوره صارت فاء، ما عادت غين، فبينتقل يعني الحرف من قراءة لكلمة لكلمة أخرى. فأعطاء الحرف شكله وصفته وأيضا العناية. والحقيقة الآن التطور موجود، دفاتر كلها مرتبة، والأقلام نوعيات صارت ممتازة موجودة. يعني كان قديما بعض الأقلام تقطش أو كذا، لا الآن الأقلام يعني الأقلام المستخدمة يوميا جيدة، يعني بتكتب بشكل جيد بخط جيد. صفى اهتمام الطالب، اهتمامه بكتابته. والحقيقة مع الأسف هو يعني تراجع الخط هو سببه قلة كتابة الطالب. يعني كان قديما ما كان في أدوات التصوير، أدوات يعني الإيضاح الكثيرة، فكان الطالب يكتب الدرس مرة مرتين.
الآن صارت الدروس عبارة عن ملء فراغات. يعني ضع الحرف المناسب مثلا في الفراغ كذا، يعني ما عاد الطالب كتب، لازم الطالب يكتب. وبكل المواد يعني مهم جدا أنه يكتب باللغة العربية بشكل واضح، لكن مهم جدا بالرياضيات يكتب الرقم صح، ما تتشابك الأرقام، بيعود هو عم يحل، إذا كان ما في وضوح بالرقم ممكن ينتقل الرقم مثلا 6 بالكتابة العربية مثل 9 بتشبه 9، ممكن هو عم يحل يصير خطأ. والتنظيم مهم جدا، يعني الخط، جودة الخط مهمة والتنظيم مهم، خاصة مسائل الرياضيات يعني وضع الأرقام تحت بعضها، بداية الحل شو بدها تكون، يعني الترتيب مهم وجودة الخط مهم. يعني بين قوسين نحن بالفضائية التربوية في برنامج اسمه ألف باء خط رقعة، نحن صورناه قبل حوالي شيء 7-8 سنين، لكن إلى الآن يعرض كل سنة مرتين أو ثلاثة، كتير مفيد أنه يرجع أي مدرس أو أي طالب بحاجة لتطوير خطه لهذا البرنامج وبيستفيد منه جدا. يعني هو مرفوع على اليوتيوب اسمه ألف باء خط رقعة بالفضائية التربوية. فهذا يعني بشكل مختصر عن خطوط الطلاب. ودائما يمكن في تطور بمناحي الخط العربي، في شيء جديد، في شيء مستمر، فخلينا نحكي أستاذ عن هذا الجانب. صحيح، دائما الخط هو واكب الحضارات واستطاع أنه يواكب هذه الحضارات. يعني في كل عصر من العصور له صفة هذا الخط، فلما نحن نشاهد هذا الخط مثلا بالمساجد، مثلا في قلعة دمشق، نعرف نحن هذا الخط لأنه عصر بيرجع، وهو يعني تاريخ. يعني هلأ مثلا لما يجيني مخطوط مو مكتوب تاريخه، من خلال نوع الخط أنا بعرف إمتى تاريخه. تمام. فهو تطور مع وظائف اللي طلبت منه على مر التاريخ، وإلى الآن يعني الآن ظهرت الحضارة الكمبيوتر، استطاع الحرف العربي أنه أيضا يدخل في هذا، إن كان المجال الرقمي اللي هو يعني الفونتات والكتابة، أو إن كان نشر اللوحات. الآن كثير من الهدايا مثلا على المعايدات، الرسائل بتضم خط عربي، حتى على التياب كمان. على التياب ايه فعلا، صحيح فعلا. يعني حتى يعني هي النقطة مهمة، انه مو بس العرب عم يحبوا هذا الحرف، يعني حتى ببلاد يعني الغرب بيحبوا هذا الحرف ويستعملوه ك يعني قطعة جمالية. الحرف ليش؟ لأنه هو فعلا متطور، يعني تطور عبر أكثر من 1000 سنة، هذا الحرف عم يتطور جماليا، فصار يستخدم يعني كقطعة جمالية. نعم. اليوم إذا بدنا نروح ونحكي أكثر عن الدورات التدريبية اللي عم بتقوموا فيها، وشو هنن اليوم الأعمار المناسبة لتعليم الخط العربي؟ يمكن كمان تعليم أنواع الخط العربي بتتفاوت حسب العمر. صحيح، هي أول شيء نبدأ من أهمية الخطوط. يعني لا يعذر أي إنسان يمسك القلم ما يعرف خط الرقعة. خط الرقعة هو هذا الخط البسيط اللي هو نحن بنكتب فيه، وفي صفات الأحرف، في له قواعد. يعني الطالب بعض الأحيان يعني معه حق، بده يحسن خطه، ما عنده آلية، ما عنده سبيل لهذا الشيء. فالرجوع لخط الرقعة اللي هو خط البسيط، طبعا هذا خط الرقعة أنشئ لتبسيط الكتابة، أبسط حركة للقلم وأسرع حركة للقلم هي خط الرقعة. فلذلك على جميع الطلاب أنه يتبعوا هاي القواعد، هاي الدورات. طبعا موجود بكتب اللغة العربية بكل المراحل موجود درس الخط، صحيح، فممكن يتبعوها يعني يمشوا عليها حتى يصير خطهم جيد. وأهم شيء يعني قاعدة أنا رح أقولها هلأ، هاي القاعدة نص الخط، يعني إذا اتبع هاي القاعدة بيصير خطه يعني 50% بيرتفع، وهي توازي الألفات واللامات. ألف العلم مثلا، ألف لام لام، لازم يتوازوا، لازم يتوازوا ونفس الطول من الأعلى. هي القاعدة إذا اتبعها صفة باقي الأحرف يعني بتاخد شكلها بشكل تلقائي. وطبعا الدورات موجودة، دورات الخط موجودة، إن كان على الانترنت موجودة يعني بكثرة. طبعا لازم يختار الدورة الصحيحة والجيدة والمدرب أكيد، لأنه في شيء الخطأ وفي شيء الصح. صحيح. ويتدرب تدريب مسكة القلم بشكل صحيح، الكتابة، أي عمر لازم يبدأ بتعلم الخط،
لازم يبدأ من أول ما يمسك القلم. يعني عمره 4 سنين بدأ بكتابة أول حرف، لازم يكتبه صح، لازم المدرسة تعطيه الحرف صح حتى هو يمشي عليه صح. تماما. أي نعم. أما مثلا نكتب مثلا على السبورة ونترك الطالب يكتب مثلا الحرف ممكن بالخطأ من الأسفل إلى الأعلى أو بشكل، إنه عادي المهم تكتب لي الحرف أو الرقم، بس إنك كيف ما كتبته شو هي الطريقة، بس المهم تكتبه. تمام. يمسك فيها القلم. لكان مسكت القلم الجلسة الصحيحة، يكون الدفتر أمامه، يعني هي الأمور كلياتها، حجم الحرف صحيح، نظافة الورقة، الترتيب، كلياتها هي أمور مهمة. أكيد بالنهاية يمكن هذه مسؤولية الأهالي اليوم. أكيد. خلينا نحكي أستاذة أدهم عن مشاركتكم بشكل عام ضمن المعارض بمجال الخط العربي، قد هي مهمة لكم؟ نعم. الخط هو الحضارة العربية، فتواجدنا بفضل الله دائما متواجدين، يعني إن كان مثلا عندنا المعرض السنوي اللي تقيمه وزارة الثقافة سنويا، معرض ضخم، يعني العام الماضي كان بمتحف الوطني وكان مشارك الخط بشكل ظاهر وجيد، يعني بإضافة إلى مشاركة الفنون الثانية، الرسم، النحت، التصوير الضوئي، الخزاف، فكان الخط موجود يعني، والخط هو ثقافتنا ولغتنا يعني، وأيضا جمالية، ناحية جمالية. هنا. تمام. أكيد بالختام بدنا نتشكر حضورك معنا، المعلومات اللي قدمتها أكيد نتمنى لك التوفيق، وأيضا توفيق لكل الطلاب اللي عم يكونوا فعلا معك بهي الدورات التدريبية وينجزوا وفعلا يوصلوا للمراحل المتقدمة في الخط، لأنه فعلا ضروري تعلم الخط مثل ما ذكرت حضرتك من الصغار، ودور الأهل يمكن كمان دور كبير بالمنزل أنه يكونوا مع الطفل أو مع الطالب اليوم ليخلوه يكتب أكثر قدر مستطاع من الخطوط لحتى يتعلم. شكرا لكم واهتمامكم، وفعلا الاهل يعني كل طالب انا بلاقيه خطه جيد اما والدته او والده بيتابعه. اكيد. نعم، المتابعه ضروريه. اكيد. بالختام شكرا لك استاذه ادهم، نورت صباحنا واهلا وسهلا فيك. صباح الخير. شكرا لكم. بيت نهار حلو لك.